الاتوال كيفاش تفرجوا فيك في ماتش ولا كيف؟ اي عملنا ماتش وقت كيب ريجونال، قسمونا لعبنا ماتش اميكال، ماتش كما نقولوا ابليكاسيون. جيت الاول اريير، بريمير اريير دوا في الساحل، هيك هما العينين غادي ولي زونترونور وكذا. وسي محمد المعتمري وقتها نوجه له التحيه زاد، شافني وعجبته هكا وكلم مانجير جاني حتى الدار وتفاهمنا ومشيت مع نكور مجدوع الوقت. عام قديش؟ ذي عام 99. باهي قدي عملت في النجم؟ 4 سنين، عام كدي وثلاثة سنين سينيور. كيفاش تعديو؟ والله باهي حقيقة، معناها الخدمة معناها موجودة، لهوة وانت صغير معناها لهين بينا. بعد في الاخر صارت هكا حكاية الواحد ما تفهمش فيها معاهم وقصد ربي وكا كي العادة، حكاية تاع فلوس ولا ايه؟ كي العادة هذيك هي، ما تفهمتوش في الكونترا الجديد هذيك. وكان فما اوفر وقتها من الكلوب؟ لا والله وقتها ما فهميش، ما تفهمتش مع ليتوال، قلت هكا ويزي. جيت من بعد الكلوب قلت علاش لا، قعدت عام مرتاح معناها مش ما نجمش نكور خاطر، قعدت كل عام مرتاح. وقت انت سو كونترا ولا شنو؟ لا ما عنديش كونترا مع ليتوال، اماتور ما حبوش يسيبوني، دونك قعدت مرتاح ونترينا مع الكلوب شويه حتى لين العام اللي بعده شديت الثنيه الصحيحه. وشنو صار بالضبط وقتها؟ علاش ما تفهمنيش؟ والله ما تفهمنيش في الكونترا، ما قعدوا معنا يمنيو فيا كيما نقولوا من الاول، باش نعملوا الكونترا باش نعملوا الكونترا. كي جينا نحكيو في الرسمي ما عجبنيش، بعيد على بعضه شيء. قلت لهم مش لازم، لا ايزي الواحد هذيك معناها ولات خدمة ولا الكورة، الواحد كارير معناها نتاع جور مش طويلة، لازم يضمن روحه هيك. وخممت قلت ما ظهر لي كيفاش نزيد فيها اللي توال هيك، بطلت وديريكت جيني البريزيدون وقت تصفية من صالح، جاب لي الكونترا وقال لي هذا اللي تبع لي. قلت له هذاك هو هاي صح هكا ومشي. وضحيت بعام قعدت في بطل معناها؟ ضحيت بعام. هو لازمك وقتها قانونيا لازمك تقعد عام ما تلعبش في حاجه معايا؟ اي. من بعد الكلوب دفعت معناها كما نقولوا الغرامه باش نجم نلعب حتى العام اللي بعده. والتوال ما قلقوكش وقتها؟ شنو معناها مسؤوليه؟ الكل؟ العباد؟ كل شيء. اي العباد مو فما اللي يعرفني. صحيح شفتو في مساكن العباد تحب الاتوال غادي. كيفاش تمشي للكلوب؟ اي من الاول اما شويه خلقوا عليه وعليش، اما اللي يعرفوا اللي معناها نقولوا ليتوال غلطت في حقي وقالوا لي راك هذيك خدمتك وربي معك. واللي طلبته انت بارابول من لاعبين اخرين حكي فارغه وقتها ما تسميش برشا. فهمتك. شنو هي 500,000 شهريه وقتها بربي؟ طلبت 500,000. 500,000 شهريه قالوا لك ليه؟ بريم سيناتور وقتها حكايه فارغه معناها 15 مليون في العام. وانت فاكر كنت من اعظم اللاعبين البارزين في ليتوال؟ اي وقتها طلعت معناها شديت بلاصتي. شكون فيها ليكيب اي من وقتها؟ الكل وقتها نلعب مع انور عياد، صعبي بن عزيزه، مراد خبير، ذاكر السبوعي، امل القفصي، سامي السعيدي، يسري الغالي، ايمن حسين، نور الدين دحمين الله يرحمه، تاجوري، عتبو علي. شكون معك في البوست؟ ايمن حسين. ايمن حسين ونور الدين دحمين الله يرحمه وقتها. في الاخر نتاعو كيكا؟ لا 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 مش لعب شو معناها العام دوبا ما طلعت من معناها السينيور عمل العام ومشى. اما نفكر كنت تلعب انت وقتها في معناتها في البعيد هذيك ما تسواش نلعب سيدي معناتها 500,000 سلموا في ملاعب شديت بلاصتي وهزينا شامبيونا الاولى والثانيه. وانت في ناسيونال ظهري وقتها؟ ناسيونال كيب ناسيونال جونيور وقتها حتى كي جا زوران 2002 عملنا وقتها شامبيونا دي موند جونيور احنا 2003 في البرازيل. عديت شامبيونا دي موند باهيه، حاسيلو كلمة باش نمشي معهم ديريكت التورنوا كاليفيكاتيف جوز اولمبيك وقتها مع سينيور. وما وقتها كملت تعب ومضروب شوية. الكوب دي موند هذيك في الجونيور كان فيها نتفكر اللي محمودي لا لا بالحق محمودي من عام 86 ما كنتش فرد ما مش هي هاني والحري وائل الحري صبحي سعيد
جلال التواتي، امين خضيره، مروان مجاز، وسيم هلال. جينيراسيون هذيك 82 83 فهمت. صوفيا من صالح حصان نقز نقز على فضلك. جاك عطاك اللي حاجتك به ديريكت، عطاك ال 500,000 ما عطاهمكش لي تو. مشيت للكلوب، مشيت للكلوب. الحقيقه شو الخدمه من الاول معناها في الاتوال، معناها نشكروا زاد كامل عقاب بالحق، معناها فما حاجات معناها اللي قعدوا لي واللي قعدت معناها نشوف بهم، اللي ما كورتش كما نقولوا مسرح بالباي في الاتوال، خاطر كان صعيب. فهمت، مشيت للكلوب نلقى ما فهمتكش معناها مسرح بالباي، ماكش ما يخليكش اليز تكور. فهمت كامل عقاب، اي ما يخليكش تعمل اش تحب، يقول لك اش العب تريكت برشا معناها. رغم اللي من احسن مدربين تعدوا في الاتوال حق نجاحات كبيره وقتها. اي انا قلت لك خدمه باهيه، مع خدمه معناها قلت لك التو معناها فما حاجات التو منه هو. فهمت. من بعد مشيت للكلوب زاد صحاف ذا زوابي زاد. عام قداش مسيت فكره؟ 2005 2006 عام المونديال نتاعك. عام المونديال هذاك مرتاح، يعني البريود هذيك مرتاح، يعني كم بديت في 2005. كي جيت معناها للكلوب وسي حافظ وقتها شافني في لونترينمون في لي ماتش اميكو، قال لي كور كور على روحك، فهم اللعبه، العب على روحك وعارف كيفاش ياخذني. فهمت، وعملتك الاربع سنين احسن بيريود معناها هذيك.